السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فيصل عبد الناصر طربان من مطروح الضبعة، وليد غزيلة. نبيدي اللي قتلت المسيحي بتاع الضبعة، اللي قتلت نحترفناه والله، وانا اللي قتلت المسيحي بتاع الضبعة والله والله، انا اللي قتلته وفرحان انا اللي قتلته. قتلت ليش؟ قتلت علشان أمة محمد. هذا مشرك بالله، مشرك بالله. الانجيل بتاعهم ما يقولش خالص، يقول لي هداء لهم، انجيل ربنا منزله من انجيل هداء لهم، بس ما يجيش يستحي في نسائنا. ما يجيش ربنا في آية سورة البقرة قال ايش؟ قال موسى يقول لكم ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة. قالوا ما هي؟ قالوا انها بقرة صفراء فقالوناها تسير الناظرين. هذه هي البقرة. اقروا الآية هذه كويس وفسروا، ويا واحد عندما تقال ضرة في حكي او كلامي نبيدي يمشي الواحد شيخ عالم او ويا شيخ او يقرا بروحه بمصحف، يقرا في المصحف بروحه. مصحف التفسير هذا ويقرا فيه. يبهت ايش فيه؟ ربنا امرنا بها هذه قبل الصلاة. ما يجيش مسيحي واحد مشرك، واحد مشرك غير اللي امن بغير سيدنا محمد هذا مشرك. امن بغير سيدنا محمد مشرك بالله. نحن ما لناش دعوة به طبعا مشركين، ولكن ما يجيش يستحي في نسائنا. يستحي في نساء تقول لا اله الا الله محمد صلى الله، تبى وحدة راقدة تحت منها تقول لا اله الا الله محمد صلى الله. الكلام هذا ما ينفعش. ونا قلبي شرط فيه النار. قريت المصحف قلبي شرط فيه النار. ما طفيت النار مين قتلته؟